ايه اللي خلاك تخبي المسدس لما شفت كريم؟ واحنا صغيرين في سن المحروس ابنك كنا بنلعب في بورسعيد عسكر وحراميه. عمر الحرامي ورفع العسكري. ابنك لو شاف الحرامي بيرفع الضابط بكره بتاعه هيتلخبط، وهبقى انا السبب في كده. تعال سوق لي يا شحاته. عايزك تقرا ده. الدوسيه ده منين؟ حسن الداوود قبل ما تخون. ده صوره من الدوسيه اللي اتسرق من شقه السيد عفيف يوم ما قتلوه. يلا بينا. على فين؟ على مديريه الان. ده دليل براءة. لا معلش، في بني ادمه مخطوفه عشان الدليل ده ولازم اخلصها. هي مين دي؟ دوزه بنت عنتر. ايوه، احنا هنشبع على مشروع سلامكم، بس يا ريت تلحقونا واحنا لسه فينا نروح. ما تتاخرش يا زغلاله.